همه أن يستقل أو يبي أو يبي. فاستقي من الردى ولن نكون للعداء كالعبيد. لا نريد، لا نريد، لا نريد بلدا المؤبدا وعيشنا المنكدا، بلدا المؤبدا وعيشنا المنكدا. الحسام واليرى ولا الكلام ولا النداء رمزنا، رمزنا نجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا، عزنا 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 غاية تشرف وراية. مرحبا، شو اخبارك؟ طبعا جيت عنا على الشنطه وجبت ناس كمان مرحبا، كل عام وانتم بخير. احنا هون لليوم للمره الخامسه قاعدين نرسم ونظبط الجداريات وصغلنا اجواء الميلاد عشان التجمع ونتجمع مع بعض ونحتفل. والله الصراحه هي اجواء كثير، يعني لازم تكون مفرحه اكثر من هيك. للاسف احنا اليوم كاهل الناصري حابين يكون عندنا كريسمس ماركت زي كيف كان عندنا اول بالزمانات. اليوم عم نشعر كثير اللي عم بدعوا لسياحه اسرائيليه اكثر من ما هي تكون سياحه لنا وانبساط لنا. اليوم احنا موجودين بالبلد حركه سير اغلب الناس اللي هي مش عرب، هي عندنا اغلب سياحه اسرائيليه وهذا كثير بوجع. حتى البرنامج الموجود اليوم عندنا بالبلد اللي حاطينه البلديه الناصري مع احترامي لهم هو برنامج مش شاعرينه لنا، مش إلنا يعني، أغلبه هو إدخليات أو أغلبه فيه شغلات اللي هي قص ممنوع نفوت عليها إلا بطريقة معينة. اليوم عنا كتير بنشكي من السوق اللي هو كمان كتير بحاجة إلى ترميمات وتظبيطات وكتير عم بنحكي عنها اليوم، وعنا كمان بحارات تانية اللي عمالة بتشكي من النظافة ومن المجاري الموجودة. اليوم إحنا اليوم كرمنا نضوي الشجرة، بكرة عنا تاريخ ضوي الشجرة، وعندنا مشاكل بحاره الروم الحاره اللي هي فيها الشجره بالذات. عندنا مشاكل من موقف السيارات لان اليهود عمالين بيجوا بدوروا عندنا على مواقف سيارات ببلاش بين البيوت عم بضايقوا الناس. عندنا المجاري بالحاره فايضه طبعا، وعم نحكي مع البلديه صرنا فتره ومش حدا فيش حدا عماله برد علينا. مشغولين بكريسمس ماركت اللي احنا مش شاعرينه لنا بالاساس.